ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة حفل افتتاح الدورة 15 لمعرض الفرس، حدث بسيط وطني ودولي متنام، وشعاره هذه السنة تربية الخيول في المغرب، الابتكار والتحدي. وأما رسالته فتسليط الضوء على المكانة الخاصة التي يحتلها الحصان في التاريخ والهوية الثقافية الوطنية وفي الذاكرة الجماعية. محمد أمين نوري وبعثة الأولى. مركز المعارض محمد السادس بالجديدة ووصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وفي مقدمة مستقبليه مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، حيث استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت لسموه التحية الرسمية. إثر ذلك تقدم للسلام على سموه كل من السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولجهة الدار البيضاء سطات محمد مهيدية رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز، وعامل إقليم الجديدة بالنيابة محمد سمير الخمليشي، وشخصية سامية أخرى. وعند مدخل مركز المعارض محمد السادس تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب السيد العسري سعيد أحمد الظاهري، وشخصية سامية أخرى. إثر ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بجولة عبر مختلف فضاءات المعرض، حيث زار سموه الفضاء المؤسساتي والذي يضم معارض وأروقة خاصة بالحرس الملكي، القوة المساعدة، الدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، وكلها فضاءات ترتبط مهامها بالفرس، حيث قدمت لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد التوضيحات والشروحات الخاصة بمساهمة هذا المخلوق النبيل في المهام الأمنية والاستطلاعية المرتبطة بمجالات تدخل هذه القوات. تتعدد الأروقة وتتنوع، لكنها تتوحد في إبراز دور الفرس في جوانب شتى، تعنى على الخصوص بتسهيل مجالات الحضور الأمني وتقديم الخدمات وتيسير مختلف أنواع التدخل الذي يقتضيه الوضع خدمة للواجب الوطني. المعرض أصبح محجا لمحبي الفرس وطنيا وعبر العالم، وبات منصة لعرض مدى ارتباط هذا المخلوق النبيل بتاريخ المغرب والملاحم التي ارتبط ذكرها بالمملكة المغربية الشريفة. الفرس رمز للشجاعة والإقدام والصناعة والفن الذي ظل متوارثا عبر الأجيال، عناية وتمجيدا للفرس والفارس كجزء من هوية المغرب وعرقة المملكة. قطاع الفروسية وتربية الخيول تلتقي حوله مقومات شتى ترتبط حينا بالرياضة والفن وأحيانا بالتاريخ والعرقة، والمعرض يحاول أن يضم إليه شتاتا من المهن والفنون والصناعات في مجال الفروسية لتكون مجتمعة هوية معرض استثنائي. كما زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أروقة للعارضين تمثل مختلف جهات المملكة التي تعكس تلك الفسيفساء الجميلة، قطع متناثرة على خارطة المملكة تصنع مجتمعة تفردة وعبقرية الصانع المغربي المولوع بطبعه بالفرس. هو تنوع غني تظهر معالمه بشكل جلي من خلال هذا المعرض الذي يقدم للزائر تخصصات شتى ترتبط بالفرس وتعنى بتربية الخيل وإتقان مهارات الفروسية والصناعة التقليدية، والتي لطالما عكست مدى حرص الإنسان المغربي على صون هويته المتفردة التي برزت للعالم بجمالية وعبقرية فنية قل نظيرها، من خلال اعتراف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بفن الفروسية التقليدية بورد كتراث عالمي غير مادي للإنسانية. المعرض مجال مفتوح على المنتوجات والخدمات المرتبطة بقطاع الفروسية. هذه هي النسخة 15 لمعرض الفرس للجديدة، تحمل شعار تربية الخيول في المغرب، الابتكار والتحدي، حيث يتجدد اللقاء مع كل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال.
هاد السلسلة ديال الخيول واللي عطاها مخطط المغرب الخضر وكذلك اليوم استراتيجية الجيل الأخضر واحد دفعة مهمة جدا من أجل التنمية ديالها. أول معرض عنده واحد يعني الأهمية كبرى في ترويج السلسلة وأهمية اللي هي اليوم ولات عالمية وكذلك فيما يخص يعني التوسيع ديال المربين ديال الخيول. اليوم 5000 يعني مربي على الصعيد يعني المحلي غادي يتوسع هذا العدد وكذلك تنويع ديال الأنشطة لأجل خلق يعني مناصب الشغل لأنها سلسلة واعدة وسلسلة اللي عندها تاريخ وسلسلة اللي عندها واحد الأهمية الاقتصادية واجتماعية وكذلك ثقافية. يتضمن برنامج هذه الدورة التي اخترنا لها شعار تربية الخيول في المغرب الابتكار والتحدي تنظيم عدة لقاءات اللي غتعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين في القطاع وعلى مستوى رياضي. يتضمن البرنامج مجموعة من المباريات منها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبرضة والجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز ومباريات أخرى خاصة بالخيول البربرية والعربية البربرية والعربية الأصيلة. وبالحلبة الرئيسية للقفز على الحواجز تتبع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد عروضا فنية متنوعة ضمت استعراضا للقوات المسلحة الملكية للفروسية من خلال المدرسة الملكية للخيالة. مجدداً يظهر ذلك الارتباط الوجداني بين الفرس والفارس ليصنعان معا لوحات فنية بصبغة احترافية يخضع فيها الانضباط لقوانين الفن والإحساس بجمالية تلك اللحظة التي يتماهى فيها الفرس والفارس من خلال الحركات والسكنات والانسجام. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تتبع عروضا من فرق استعراضية مغربية وأجنبية. هنا ليس الفارس من كان يسيطر على الفرس بل هي سطوة الفن الجميل والقصة المحبوكة من كانت تهيمن على الثنائي لتصنع من خلال خضوعهما طوعا لضوابط الفن الجميل لوحات كانت فيها الموسيقى تعزف على وقع حوافر الخيل المدربة. إثر ذلك تتبع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد عروضا في فن الفروسية التقليدية التبوريضة جسدت مختلف جهات المملكة. واحد
وبعد نهاية العروض الخاصة بفن الفروسية التقليدية التي قدمتها 18 صربة من مختلف ربوع المملكة، أخذت لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد صور تذكارية مع مقدمي الصربات قبل أن يغادر سموه مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.